السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض تورتة جميلة جدا، سهلة جدا، بسيطة جدا. مش هنستخدم ولا فرن ولا بيض، هنعملها على البارد. تورتية جميلة جدا هيحبوها الولاد، كمان سريعة. لو جالك اي ضيوف ممكن تعمليها في ثواني. شايفين شكلها حلو ازاي؟ جميلة جدا زي ما انتوا شايفين كده، واقتصادية مش هتكلفك كتير، وطعمها جميل جدا وهيفرحوا بيها الولاد جدا. نقول بسم الله ونبدأ مع بعض. اول حاجة عندي هنا كوباية لبن باردة، هحط عليها معلقتين سكر، وهحط عليها معلقة نشا كبيرة، معلقة كبيرة نشا، ومعلقة كبيرة دقيق، ورشة فانيليا. وهنبتدي بقى ندوب الحاجات دي كده على البارد لحد لما يدوبوا كويس جدا، علشان مش عايزاها تكتل، مش عايزة الدقيق يكلكع او النشا تكلكع، بسيبها تدوب خالص وبعدين برفعها على النار اقلب فيها كويس جدا. طبعا كمان السكر على حسب الرغبة. دلوقتي بعد ما عملتها على النار بالشكل ده وبقى القوام بالشكل ده، بحط عليها قطعة زبدة صغيرة. الزبدة بتديها لمعة جميلة جدا وكمان بتديها طعم حلو. بستنى خالص لحد لما اسيح الزبدة خالص، طبعا هي سخنة فالزبدة هتسيح بسرعة. وبعد كده بحطها بقى، فهنقلها في طبق علشان عايزاها تبرد خالص، مش عايزاها تبقى سخنة. وهحط عليها بقى كيس بلاستيك علشان مش عايزاها تعمل وش. ودلوقتي بقى احطها في التلاجة لحد لما تبرد خالص. في الوقت ده بقى هحضر معايا كريم شانتيه، ده كريم شانتيه باكت، طبعا بنحط له زي ما مكتوب على العلبة حوالي 125 ملي لبن او مية، بس انا بفضل اللبن. وافضل اضرب فيه كده لحد لما يبقى قوامه بالشكل ده. هاخد نصه واحطه في كيس تلاجة او كيس حلواني، وبشيل نص الكمية دي في التلاجة زي ما انتوا شايفين. النص التاني هحط عليه الكريمة اللي احنا عاملينها دي، علشان هتدي طعم جميل جدا وهتبقى غنية. هضربها طبعا بالمضرب لحد لما القوام يتجانس كده مع بعضه، الكريمة مع الكريم شانتي، وهتدي قوام حلو جدا. وبعدين بقى بجيب كده اي حاجة عندي، اي قالب، وبحط له كيس تلاجة. وبعدين بغطس كده، بغمس البسكوت في اللبن وبحطه بالشكل ده، برص كده طبقة. تقدري تستخدمي اي بسكوت، اي نوع بسكوت تفضليه. بحط كده من الكريم شانتيه على البسكوت بالشكل ده، وبغطيها كويس جدا، بفرد كده كويس جدا. وبعدين بعمل برضو طبقة تانية بنفس الطريقة. حاولي تغطسي البسكوت كويس جدا علشان تبقى طرية كأنها كيك بالظبط، ما تبقاش البسكوتة ناشفة زي ما انتوا شايفين كده. لو في حتة كده باينة بكسر البسكوت على قد الحتة اللي باينة وبحطه. وبعدين برضو بحط طبقة تانية من الكريمة. تقدري كمان تحطي اي نوع كريمة، ممكن تعملي كريمة، ممكن تعملي كريمة بالشوكولاتة، ممكن تعملي كريمة بالكراميل، اي نوع انت بتفضليه. انا هنا كان عندي كيس لمبادة ويفر مفتفتاه كده بالشكل ده، وهحطه في النص كده بالشكل ده، هيدي طعم حلو. تقدري كمان تحطي فواكه مجففة من جوه، او تقدري تحطي اي نوع فواكه او مكسرات انت حباه. وبعدين بنفس الطريقة هنحط بقى طبقة من البسكوت مرة تانية بالشكل ده، وبرضو بكسر كده الحتت اللي في النص بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. احط طبقة تانية برضو، وهكمل لحد ما اخلص الكريمة اللي عندي.
دي ان شاء الله هتبقى اخر طبقة، لان كده الكريمة اللي عندي خلصت. دلوقتي هحط البسكوت بالشكل ده، هنرص البسكوت كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين بقى بدخلها التلاجة لمدة ساعتين. انا عايزاها تجمد وعايزاها تتشرب كلها من بعضها، والبسكوت يطرى كده ويتشرب من الكريمة اللي عندي زي ما انتوا شايفين كده. هحطها دلوقتي في التلاجة. لو عايزة، لو انتي مستعجلة تقدري تحطيها في الفريزر لمدة نص ساعة. طبعا انا عملت كده، بس يفضل ان انت تحطيها في التلاجة لمدة ساعتين. بعد كده هنقلبها، هتتقلب بسهولة جدا زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي بقى اغلف البسكوت من برة كأنك بتعملي تورتاية بالظبط. ده الجزء اللي كان عندي، بحطه بالشكل ده، بغطي كل البسكوت بالشكل ده. تقدري كمان تعملي لها جناش شوكولاتة لو انت حابة، يعني انت تقدري تغيري الكريمة زي ما انت حباها او بالطريقة اللي انت حباها. انا بحاول كده اساوي الكريمة على قد ما اقدر، وبحاول احط في الجوانب، بحطها من كل الجوانب بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. بحاول اجلسها من كل مكان، وبحاول كده اخلي الكريمة ناعمة على قد ما اقدر ومتساوية. وبعدين بقى بعد ما بجلسها كده بالشكل ده، بحطها في التلاجة حوالي 10 دقايق كده او ربع ساعة عشان تتجمد شوية. وبعدين بقى بحط هنا صوص كراميل، تقدري تحطي شوكولاتة او صوص كراميل، او تقدري تحطي اي حاجة انت حباها، او ترشي شوكولاتة مبشورة، يعني انت وذوقك او انت والحاجات اللي عندك. زي ما انتوا شايفين بقى شكلها جميل جدا وسريعة جدا وخفيفة، خفيفة في الأكل وكمان اقتصادية، مش هتكلفك كتير ومش هتاخد منك وقت كبير. أنا قطعت كده التورتاية عشان أوريها لكم، لقيت الحتة دي كبيرة قوي فقطعتها كده نصين. أنا المفروض كنت حطيتها أكتر من كده في التلاجة، بس احنا استعجلنا عشان خاطر الولاد طبعا مش صابرين، وكمان عشان التصوير. زي ما انتوا شايفين كده شكلها حلو جدا وطعمها تحفة جدا. وتقدري تعمليها بقى بالكريمة اللي انتي حباها، تقدري تحطي شوكولاتة زي ما اتفقنا او كراميل. بتمنى الوصفة تعجبكم، لو عجبتكم الوصفة متنسوش لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم على خير.